محمد النجار نائب عمدة مدينة سلا. اليوم تنعيشوا واحد اللحظة جميلة في فضاء سوق الغزل المدينة العريقة بمدينة سلا. هذا الفضاء هذا اللي اليوم بعد التهيئة ديالو والإصلاح ديالو والترميم ديالو اليوم شاءت الظروف أننا نفتتحوه بأمسية فنية تراثية في الملحون. وهذه الأمسية هذه اللي غادي تلوها إن شاء الله أمسية ثانية يوم الثلاثاء المقبل في أمسية في الطرب الأندلسي، هي مناسبة لاحتفال بهذا الشهر العظيم، وهي مناسبة لتطبيق البرنامج الثقافي ديال جماعة سلا. هذا الفضاء هذا التراثي الجميل اليوم تعيش لحظة بهيجة اللي تتجمعوا فيها ثلة ديال الساكنة السلاوية وثلة ديال المثقفين السلاويين اللي يعيشوا يحيوا فيه الذكريات الجميلة الغارقة في القدم اللي تتعاود تعطينا لهذا الفضاء هذا، تعطي قيمته الحقيقية والثقافية والتاريخية. سعداء اليوم بهذه اللحظة هذه، سعداء بما أنجز في مدينة سلا من ترتيبات وتدشينات وإعادة تهيئة هذه المدينة الجميلة، مدينة سلا والمدينة العتيقة. اليوم غادي تعرف عدة فضاءات أخرى اللي هي فضاءات قديمة وعريقة اللي غادي يمكن نحولها إلى فضاءات ثقافية، اللي ممكن الثقافة في مدينة سلا تعرف انتعاشا جديدا وتعرف حلة جديدة وتعرف أفق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة الزعماء نائبة رئيس مجلس عمالة سلا. اليوم تياحنا في إحدى الأمسيات الفنية والثقافية في سوق الغزل، هذا السوق اللي في مدينة سلا اللي كان كيعرف واحد الرواج في الصناعة التقليدية، واللي خرجوا منه مجموعة من الصناع التقليديين اللي الحمد لله عاد عندهم واحد الصناعه اللي هو كيصدروها للخارج المغرب، وهذه الصناعه عاد معروفه بمدينة سلا. وهذا السوق اللي اليوم الافتتاح ديالو هذه الامسيه الشعريه اللي يكون فيها الملحون ومجموعه من الاغاني المحليه ديال مدينه سلا، واللي هما كيترأسوها فنانين وموسيقيين بمدينه سلا. وهذا السوق اللي من بين المنجزات اللي صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي عطى الانطلاقه ديالها في مدينه سلا. وهذا السوق اللي كيعرف واحد التاريخ اللي هو تاريخ جد مهم في مدينه سلا العريقه، سوق فني ثقافي اللي كيعرف بالتراث ديال مدينه سلا. وكيف ما كتعرفوا بان مدينه سلا مدينه ولاده المواهب في جميع المجالات، الصناعه التقليديه، في الغناء، في التمثيل، في هذا اللي نتجت مجموعه من الصناع التقليديين اللي الحمد لله ولاو معروفين عالميا. ونشكر رئيس جماعه سلا السيد عمر سنتيسي على المجهودات اللي قامها وعلى هذا الحفل الفني الموسيقي والحضور ديالو الدائم في هذه اللقاءات واللي كيشجع ايضا هذه اللقاءات. سيدي محمد الحسوني فنان موسيقي مولوع بالموسيقى الأندلسية وفن الملحون. فهاد الليلة هذه يعني كنا كننتظروها ومشتاقين لها، خصوصا في هذه الليالي المباركه ديال رمضان. وجات المناسبه باش يعني نشكروا عليها الجمعيه اللي قامت بهذه البديره الحسنه وبالموازاة مع فتح هذا الفضاء الرحب، فضاء ديال سوق الغزل اللي غادي يعرف واحد الرواج ان شاء الله من يعني من هنا المستقبل، وخدا واحد يعني غادي ياخذ واحد الصوره يعني تقليديه، وغادي يردنا لديك التاريخ الفرجاوي اللي كان في هذه الساحه. فكنتمناو ان شاء الله من الاسره السلاويه يعني كامله ان تدعم هذه الانشطه، باش ما تكونش غير هذه يعني واحده من ضمن يعني الملتقيات اللي غتكون فنون، تكون عيساوة، تكون حضرة، تكون أندلسيات، تكون ملحون، ويكون ذكر وفضاء يعني يكون رحب. ويعني وهذا كنظن أن السلاويين كلهم غادي يحبدوا هذه الفكرة هذه إن شاء الله. وحنا كمجتمع مدني وكسلاويين كنحبدوا هذه الافكار هذه، لان سلا مدينه ديال التراث اللامادي والمادي. فكل السلاويين يعني راهم مشتاقين لهذه الملتقيات التراثيه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.